مبروك. كل الناس ده ايه؟ دي بطوله الدوري، دوري المرتبط. طبعا احنا تاريخنا مربوطه بالدرجه الاولى بنقوم النقط بتاعتهم وساهمت ان هم ياخدوا الدوري، كان ده دورنا برضه ان احنا نحتفل بالدوري بتاعنا. انت اخر ماتش كان امتى؟ 15/6 اكتوبر. كنت بتلعب مين؟ كنا بنلعب نادي سبورت. وكسبته. لما لعبتوا الاهلي عملتوا ايه؟ كسبنا برضه في الاهلي في سالتو، كسبنا في سالتو وفي صاليتنا. يعني كسبت الاهلي رايح جاي. طب تمام. فين المدير الفني والمشرف والعطار؟ كريم المدير الفني وائل فهيم. كابتن الشرع اسمك مدير الاداره. سهلا. يعني انا مش متفائل بس بالنهارده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. متفائل ببكره عشان انتوا بكره. انتوا المستقبل، انتوا اللي في يوم من الايام هتبقوا يحيى الدرع واحمد الاحمر. انتوا الايام جايه لكم ان شاء الله. وكونكم تكسبوا الاهلي هنا وعنده في ملعبه معناه ان انتوا الابطال. فانا بشكركم وربنا يوفقكم وليهم مكافاه خاصه. غير مكافاه اللائحه. عشان دول ابطال وجيل طالع ما شاء الله عنده اراده النصر. مبروك لكم. عندنا صور صوره جميله دلوقتي مع بعض واعملوا لنا مكافاه ليهم خاصه. احمد مرتضى جاي لكم دلوقتي. استاذ احمد برضه احنا عايزين كل المشاكل اللي كان عندنا سياده المستشار ودي كلمه حق في جميع الفرق. اي مشاكل كان هو اللي بيخلصها. احمد مرتضى من احمد جلال. احمد مرتضى استاذ احمد مرتضى. استاذ احمد الله امانه بصراحه بتكلمه في اي وقت بيقول لنا ممكن جاي دلوقتي عشان الصوره.